تكنوز. في تكنوز اليوم نحكيو على التابلت بصفة عامة، والظاهر انه الامور في السوق مش ماشية معاهم بالباهي المدة هذه، ونلقاو اللي شحنات للتابلت ماشية وتزيد تنقص المدة الاخرى. وزيد اثبت هذا اخر اتود للمؤسسة العالمية المختصة في بحوث السوق، مؤسسة لاي دي سي، اللي صرحت بانخفاض شحنات للتابلت في الربع الثالث للعام هذا بنسبة 14.7%. وظهرت الاحصائيات انه تم شحن 43 مليون تابلت في الربع الثالث للعام السنة، مقابل 50.5 مليون تابلت. وفي المجال هذا نلقاو اللي شركة أبل العالمية ما زالت متصدرة المرتبة الأولى بشحن 9.3 مليون آيباد، وشركة سامسونج تجي في المرتبة الثانية بشحنها 6.5 مليون تابلت. هذا شنو كان عنا في تكنوز لليوم. لطيفة تقولكم باي تكنوز.